وحول هذه الاجتماعات معنا من باريس مراسلتنا عزة غريبة، ومن أثينا مراسلنا أشرف سعد، وأيضا من أنطاليا مراسلنا مهران عيسى. سأبدأ مع طبعا عزة غريبة من باريس حيث تعقد هذه الاجتماعات. عزة، هناك مشهد متوتر بشكل كبير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وأيضا بين أطراف مختلفة حول شرق المتوسط. ما الأهداف المرادة من وراء هذه الاجتماعات؟ ما الذي ممكن أن نراه يطرح وكيف سيتم تناوله؟ تماما ماجد، هي قمة أوروبية، قمة لدول جنوب أوروبا، وهي قمة في الأهمية بالحقيقة في هذا التوقيت، لأنها تأتي كما ذكرت قبل قمة أوروبية مرتقبة في 24 من الشهر الحالي، وتبحث سلسلة من العقوبات الأوروبية التي قد تفرض على تركيا، كما أكد وزير الخارجية الفرنسي الذي قال بأن أوروبا ليست عاجزة، وأردوغان يعلم بأنها يمكن أن تفرض عقوبات موجعة على تركيا، خاصة في السياق الاقتصادي الحالي بالنسبة لتركيا وأزمتها الاقتصادية. هذه القمة للدول الأوروبية السبع ستعقد في جزيرة كورسيكا الفرنسية، ستجمع هذه الدول لبحث دينامية جديدة في العلاقة بينها بخصوص التوتر شرق المتوسط، وبالتالي نحن ننتظر قرارات حاسمة من هذه القمة، خاصة أن هناك لقاء سيعقد على هامشها بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اليوناني، ويبحث التعاون العسكري بين البلدين، وأنت تعلم بأن فرنسا قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى شرق المتوسط في المدة الأخيرة. طيب، دعيني أنتقل عزة إلى أثينا، معي من هناك أشرف سعد. أشرف، أثينا يبدو أنها في عز أزمتها الآن مع الجانب التركي، لكنها تعول على الاتحاد الأوروبي لإيجاد مساندة والخروج من هذا الواقع. ما الذي تتمناه أثينا الآن من هذه الاجتماعات؟ ما الذي تتوقعه؟ في الحقيقة ماجد، أن أثينا وبالنظر إلى الموقف الأوروبي فهي ترغب من أوروبا الكثير، ترغب منها تدخلا حاسما غير متردد وبشكل شامل للتصدي للأطماع التركية. هذه التعبيرات جاءت على لسان وزير الخارجية اليوناني بعد اجتماع مع نظيره الملطي هنا في أثينا. كان واضحا أن اليونان بعد هذا الاجتماع قد صعدت من لهجتها أكثر وأكثر ضد أنقرة، وتطالب تركيا، تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك بشكل أكبر. وزير الخارجية اليوناني قال إن تركيا لا تستهدف دولا بعينها في الاتحاد، بل تستهدف الاتحاد كله، وبالتالي فعلى الاتحاد كله أن يتحرك بشكل شامل للتصدي لهذه الأطماع التركية. وزير الخارجية اليوناني أشار أيضا، وفيما يبدو أنه تجديد على موقف اليونان من الحوار، قال إن بلاده ترحب بالحوار مع أنقرة، ولكن ليس عن طريق وجود السفن البحرية أو الحربية في المياه، في مياه البحر المتوسط، واستمرار تركيا في التنقيب عن الغاز في شرقي المتوسط. لابد من بادرة لحسن النية في البداية، ثم بعد ذلك نشرع في الحوار. من الواضح أن اليونان قد تقوض بالاجتماع المرتقب في فرنسا، وأيضا بالموقف الأوروبي الرامي إلى احتمال فرض عقوبات على تركيا، وبالتالي فإن اليونان تصعد من لهجتها. وهناك أيضا ضغط محلي من المواطنين اليونانيين على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر حسما حيال تركيا. طيب أشرف، كل هذه التطورات لابد من أستمع من إنطاليا مراسلنا مهران عيسى. مهران، إذن الجانب التركي سيترقب نهاية هذه الاجتماعات، كيف يتوقع الجانب التركي طبيعة هذه العقوبات؟ ما الحدود الحمراء التي وضعها إلى الآن؟ يعني هل يتوقع إيجاد عقوبات اقتصادية أم أقل من ذلك؟
ماجد، في البداية لابد أن نقول بأن تركيا ترى في فرنسا المحرض الأكبر ضد تركيا، وهي التي تحرض اليونان لتواصل ما تقوم به شرق المتوسط، وكذلك تعنتها وعدم قبولها الجلوس مع تركيا على طاولة المفاوضات. هذا ما قاله الرئيس أردوغان، وقاله وزير الدفاع، وقاله وزير الخارجية. وتركيا تنظر للاجتماع الذي دعت له فرنسا بعد أيام أنه تحريضي، تريد فرنسا من هذا الاجتماع أن تحشد أكبر عدد من أصوات الدول الراغبة بفرض عقوبات على تركيا. تركيا تقول بأن هنالك فقط 8 إلى 10 دول فقط التي تريد وتوافق على فرض عقوبات على تركيا، بينما بقية الدول ترفض لعدة أسباب، إما لأنها غير مقتنعة بأحقية اليونان، السبب الثاني أنها لا تريد الإضرار بعلاقاتها مع تركيا، وبالتالي تريد فرنسا أن تجمع مزيد من الأصوات تمهيدا للاجتماع المقبل في 24 من هذا الشهر لدول الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يتم خلال له إقرار عقوبات على تركيا. لا أحد يعرف هل سينجح هذا الاجتماع بفرض عقوبات على تركيا أم لا، هذه وجهة النظر التركية فيما يخص هذا الأمر. لكن في ذات الوقت تركيا تقول بأنها مصرة وستواصل ما تفعله شرق المتوسط حتى تحصل على حقوقها. في ذات الوقت هي تقول بأنها مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط. بالأمس الرئيس أردوغان سخر من القوة العسكرية اليونان ووصفها بالمتهالكة، وقال بأن على اليونان أن تعرف وتراجع ما هي العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا خلال السنوات الأخيرة، وماذا فعلت دبلوماسيا في المنطقة، وبالتالي عليها أن تعرف أمام من تقف. هذا تصعيد جديد ومتواصل من قبل تركيا فيما يخص هذه المسألة. طيب، أشكركم جميعا. من أنطاليا مراسلنا مهران عيسى، ومن أثينا مراسلنا أشرف سعد، وأيضا من باريس مراسلتنا عزة غريبة. شكرا جزيلا لكم.